ما احناش معنيين النهارده على الاقل بمناقشه قضيه كهرباء، الكل متابعها والكل عارف تفاصيلها. مش موضوعنا ده، مش الموضوع. ولكن بمناسبتها، لكن بمناسبتها كابتن مدحت شلبي في بدايه هذا العمل الموجه برضه لما يتعرض فيديو او تقرير كله عن سلبيات اللاعب محمود كهربا، رصد لكل المحطات اللي يعتقد انه عمل فيها مشاكل. طيب ده ليه؟ ايه الرساله اللي في ده؟ تقرير يحمل وجهه نظر البرنامج، مش مختلفين على الحق في التناول من الناحيه المهنيه على الاقل. انت اخترت شكل منحاز فليكن، لكن اللي احنا مختلفين عليه ولازم نختلف عليه كلنا، ان انا ما اقدرش اضحك على الناس، اجيب مصدر على التليفون واقول ان ده راجل محايد عشان يدلو بدلوه في قضيه كهرباء. قول لنا انت بقى وانت راجل خبير، لا انت مع ده ولا مع ده. لا، نشوف الكابتن مدحت شلبي وهو يستضيف على الهاتف المحامي نصر عزام وتصنيفه له عامل ازاي، ورأي الراجل المحامي في القضية ايه. استاذ نصر عزام، مساء الانوار. مساء الانوار كابتن مدحت، ازيك؟ يا رب تكون بخير. الله يخليك يا رب. استاذ نصر، حضرتك بتمثل اي نادي من الناديين الاول عشان انا ما عنديش معلومة؟ لا. طب هايل، 10 على 10. قول لنا موقف كهرباء. اللقطة دي في حد ذاتها لو تأذن لي معلش. أنت عندك أدلة. اتفضل. لكن أنا هذكر واقعة. اتفضل. الأستاذ نصر علام عزام. عزام شخصية مهذبة جدا. شفته أول مرة وتعاملت معاه في قضية جده في اتحاد الكورة. تمام. عندما قدم الزمالك شكوى لإيقاف اللاعب وكان قد انضم للنادي الأهلي وطلعت له البطاقة. فاتخذ الاتحاد إجراء غريبا، هو بيحقق معاه لسه ما يعرفش. وقفوا لحين انتهاء التحقيق، وكنا داخلين ومسجلين أفريقيا، وكنا داخلين على مباراة مهمة في أفريقيا. هو راجع متألق من أفريقيا 2010. فأنا رحت أنا والأستاذ هشام عبد ربه، هشام المحامي بتاع جده، وأنا رايح مسؤول النادي الأهلي عن النادي الأهلي. فأول ما رحت قالوا لي أستاذ عدلي المحامي هيكون موجود بس بنستأذن حضرتك أنت، لا ما ينفعش تكون موجود. كان في طبعا الأستاذ المشطة والأستاذ صالح وحد جديد يعني ما عرفوش، كان هو رئيس اللجنة يعني. ما كنتش قابلته قبل كده، مستشار جليل يعني. فبدأ هو يتكلم معايا، أستاذ عدلي أنت ما بتمثل مين؟ قلت له أنا بمثل النادي الأهلي، قال لي الأهلي مش في الموضوع. قلت له يا ريته مش في الموضوع، ما كنتش حاجة. قال لي يعني إيه؟ قلت له أنتوا خليتوه في الموضوع. إيقاف اللاعب لحين انتهاء التحقيق خلى الأهلي في الموضوع، لأن اللاعب ده بتاع النادي الأهلي. ارفع دلوقتي الإيقاف لحين انتهاء التحقيق وقول القرار، قرار الإيقاف أو البراءة بعد التحقيق. همشي احضر اعمل ايه؟ الجزء اللي يخص الاهلي مش موجود، الجزء اللي يخص اللاعب ونادي الزمالك بالمستندات حضراتكم هتبحثوه. قال لا، هو ده قرار الايقاف لحد انتهاء التحقيق. قلت له خلاص يبقى من حق يكون موجود على النادي الاهلي، اعرف ايه الدنيا. امال انا سعادتك لو انا قعدت التحقيق ده 6 اشهر ها يفضل لاعب موقوف لحد انتهاء التحقيق وبعدين نقول له ده انت براءه؟ وفين حق النادي؟ عايزين قرار. وعايز اسمع الدفوع عشان يجوز انا برضه اللاعب بيحكي عليا. فقالوا لي خلاص ممكن تكون موجود. انا كمان قلت لهم طيب البي مين؟ قالوا لي عرفوني عليه، شخص مهذب شاب لطيف كده، الاستاذ نصر عزام، دكتور نصر عزام، من ده مسؤول اللوائح من نادي الزمالك وجاي. قلت لهم خلاص هو عن نادي الزمالك وانا عندي الاهلي، والاستاذ هشام عبد ربه عن اللاعب وكده، يبقى الدنيا متوازنه. فأنا شفته طبعا، هو التفاصيل بعد كده في مرة تانية نبقى نحكيها. إذا هو لا من طيب جده بقاله كم سنة؟ 9 سنين كان هو المسؤول عن النادي الزمالك. من 9 سنين وهذا الرجل احنا مش يعني له كل الاحترام، لكن ما هواش المصدر المحايد،
ما هوش اللي يعطى هذا الحق ان هو يفند قضية كهرباء من حق مين، ولا اللي الكابتن مدحت شلبي يصفه بالمحايد وعشر على عشرة عشان يبدأ يقول ويوجه الناس كلها في اتجاه معين. هو ده التدليس؟ ما هو يجوز الكابتن مدحت، لا كابتن مدحت يجوز ما عرفوش. طيب يجوز الكابتن مدحت ما يعرفوش، بس هل خلال كل السنين اللي فاتت نصر عزام ما كانش يمارس المحاماة عن نادي الزمالك في كل قضية من وسائل الإعلام؟ يلا كورة. محامي الزمالك ينفي صدور حكما بخصم النقاط في أزمة مارتيمو، نفى نصر عزام محامي الزمالك لدى الاتحاد الدولي. لدى ايه؟ الاتحاد الدولي. ده النص في يلا كورة. دخل الزمالك في مشكلة تانية في ملف العقوبات في الفيفا في بوابة الأهرام. المستشار القانوني للزمالك يكشف تفاصيل ملف عقوبات الزمالك الفيفا. كشف نصر عزام المستشار القانوني للزمالك في شؤون الفيفا الكلام ده خلال السنتين اللي فاتوا اللي بتتداول فيها يعني قريب قضايا الزمالك. يعني في كل المواقع يذكر ويصنف ويوصف بانه محامي نادي الزمالك. احنا ليه بنقول ده؟ عشان الناس تبدا تاخد بالها الفترة اللي جاية البرامج الموجهة ديت هتشتغل ازاي؟ منهجيتها هتبقى عاملة ازاي؟ برضو بس لما يصف الأمر أو يصل الأمر إلى إن أنا أصف محامي نادي الزمالك إنه محايد وإنه 10 على 10 وإنه مش بتاع أي من الطرفين. طيب نصر عزام لما استضافه الزميل هاني حتحوت في صدى البلد كان بيتكلم في الحياد ولا في الانحياز؟ نشوف. قريت على الهوا من شويه البيان كاملا اللي انت كتبته وسردت فيه نقطه نقطه تفاصيل القصه من اول ما بدات مستحقات اللاعبين الكتير ال 15 قضيه لحد الخصم المحتمل للنقاط الست. عايز اعرف منك الاول، هل النقاط الست هتخصم بالفعل ولا لسه مش واضح؟ احنا طبعا خدنا اجراءات قانونيه بايقاف تنفيذ كل القرارات اللي صدرت من لجنه الانضباط الفتره الاخيره. يعني في كل في اكثر من برنامج هو بيرد عن نادي الزمالك، والفتره قريبه خصم النقاط دي كانت في بدايه الموسم بالظبط. في قضيه كريم الحسن ونادي مارتيمو هو بيتكلم كمحامي نادي الزمالك. طب كمان في قضيه اجوجو مع وليد صلاح الدين في الاذاعه كان على الحياد ولا في الانحياز؟ مشكله اجوجو نادي الزمالك كان عليه عقوبة، هل ممكن نشوف نادي الزمالك خلال الأيام القليلة القادمة يحصل عنده مشكلة أو حكم يقع على نادي الزمالك؟ بص أنت عارف طبعا موضوع نادي الزمالك هو كان فيه أكتر من لعيب طبعا فترة من يعني فترة دي أحكام ضد يعني نادي الزمالك بمستحقاته وكده. يعني مواقع وإذاعة وتلفزيون وقنوات ونوصل لحتى القناة النهار الأستاذ نصر عزام يتحدث عن حقوق نادي الزمالك في عز النهار. الأستاذ نصر عزام، أستاذ نصر ازاي حضرتك؟ ازاي يا كابتن كريم؟ أخبارك إيه؟ تمام؟ الحمد لله تمام الحمد لله. موضوع حسين ياسر أخباره إيه بالنسبة لنادي الزمالك والشكوى والكلام؟ الأمور ماشية في صالح نادي الزمالك ولا ماشية في صالح حسين ياسر محمدي؟ لا احنا نادي الزمالك خد الاجراءات القانونيه وبعت الانذارات للعيب بتغيبه. طيب يعني الواضح جدا انه في كل قضيه العلاقه موجوده. استاذ ابراهيم بسم الله ما شاء الله من كتر القضايا كان مشغول جدا جدا جدا. شوف كم قضيه احنا بنستعرضهم وهو بيقول انا ماليش علاقه باحد الانديه. شوف يعني كل قضيه من دول شغال على الاقل بقى لها 3 4 سنين. شوف حجم الارتباط والانشغال في كل قضيه من دول. ده قضيه واحده صح بتاعت الكابتن عصام الحضري كانت مخليانا مشغولين 3 سنين. فكل قضيه من دول قضيه كبيره فيها خصم نقاط، وصلت الامور لبعض المراحل، وسافر الفيفا مع هاني وبيسافر وبيجي وبيقابل ولحد اول السنه دي مع على رايك الـ 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 مع هاني زاده مع الاستاذ هاني زاده. لكن طيب. هو كمان ممكن يقول لك انا راجل محترف كانوا بيدوني قضيه بقضيه كويس. طب هو زملكاوي ولا اهلاوي؟ خلينا باخر نقاط الحياد.
طيب نشوفه بقى في صدى البلد كمان مع هاني حتحوت. نصر بحييك وبقول لك مبروك كمان الفوز بالتاني على التوالي بالنسبه لك فيما يخص قضايا الاستبعاد والعوده. وقبل ما اختم مهم برضه اسالك على الزمالك، لان قضايا الزمالك في المحكمه الرياضيه وقصه النقاط، هل في جديد فيها؟ فبرضه لا، بنطمن الجماهير والحمد لله يعني ان يفضل الزمالك مكمل على الفوز بالدوري ان شاء الله السنه دي. اتمنى للزمالك ان شاء الله الفوز بالدوري لانه راجل على الحياد، وطبعا لا هو ما يمثلني في كل حاجه، لكن التمني دي بقى مشاعر. لكن كل ده برضه استاذ ابراهيم ما جبتنيش على السؤال اللي هو علاقه، يجوز كابتن مدحت ما يعرفش، يبقى المسؤوليه هنا في انكار العلاقه على اللي قال انا محايد وانا ما بمثلش حد. طب ذنبه ايه الكابتن مدحت؟ اما كابتن مدحت يصف محامي نادي الزمالك بانه محامي محايد وانه 10 على 10 وانه اتفضل قول لنا رايك في موضوع كهربا وانه الاهلي ممكن يحصل فيه ايه وكهربا ممكن يحصل له ايه لانه الراجل محايد. طب صدى البلد والنهار وكل القنوات والمواقع والاذاعه كله اتكلم وكل الناس حافظه انه محامي الزمالك الاستاذ نصر عزام ال10 على 10 محايد. انت سالت سؤال مهم جدا، طب ما هو مش بالضروره كابتن مدحت شلبي يكون متابع كل البرامج دي وبيقرا كل المواقع دي وعارف كل المتابعات في كل قضايا نادي الزمالك عشان يبقى عارف اللي جابوا له محامي نادي الزمالك وقالوا له ده اللي هيفض الاشتباك في موضوع كهربا لانه المحامي المحايد، هل فعلا كان الكابتن مدحت يعرف ولا ما يعرفش؟ طب ما نشوف الكابتن مدحت نفسه من كام سنه على مودرن سبورت كان عارف نصر عزام ده مين ولا لا؟ حضرتك عارف طبعا ان شيكابالا كان المفروض معار لنادي الوصل لغايه نهايه الموسم، وبعد كده طبعا الفترة الأخيرة تم فسخ التعاقد يعني بالتراضي ما بينهم. نعم. وكان طبعا بعد فترات القيد هنا في مصر يعني. احنا بنحاول دلوقتي إن احنا نستفيد من الاستثناء اللي موجود في الاتحاد الدولي، إن ممكن إن هو شيكابالا توصل البطاقة بتاعته الدولية لنادي الزمالك. طيب. يبقى أنت وقعتني وقعت الكابتن مدحت في الفخ. يعني كابتن مدحت استضافته محامي نادي الزمالك وكاتب محامي نادي الزمالك وكان مكتوب بالخط الاحمر تحت محامي نادي الزمالك، ده محامي نادي يعني الزمالك. المداخله معروفه وقدمه بهذا ونقدر نجيب المداخله كامله لو حبوا يعني. اذا كابتن مدحت بتسال سؤال عارف اجابته وهو بيجاوب على سؤال بغير الحقيقه اللي ما كنتوش انتوا الاثنين محتاجينها. ما تقدمه نصر عزام محامي نادي الزمالك ويطلع يقول من وجهه النظر بالظبط حق، لكن اردت ان المتلقي الذي لا يدري والمتلقي البسيط والذي يلبس العلم والذي يثق في حضرتك وفي برنامجك ان يظن بحيادك